الليزر الكربوني، ويعرف أيضاً باسم علاج هوليود بيل أو الدمية الصينية، هو إجراء تجميلي غير جراحي يعتمد على استخدام الليزر الكربوني، وهو نوع من الليزر الغازي لتقشير البشرة وتجديد خلاياها. يتم تطبيقه من خلال تمرير جهاز الليزر الكربوني على البشرة بعد وضع طبقة رقيقة من ماسك الكربون على الجلد، ويترك حتى يجف ليمتص الكربون الشوائب والزيوت من الجلد. نتيجة للتفاعل بين الليزر والكربون، يتم تقشير طبقات سطح البشرة بلطف وتحفيز إنتاج الكولاجين. هذا يعزز تجديد الخلايا وتحسين مرونة الجلد. أثناء العلاج قد يشعر المريض بشعور خفيف من الوخز أو الحرارة. يعتبر الليزر الكربوني علاجاً فعالاً ولطيفاً لتقشير البشرة، وهو يناسب جميع الفئات العمرية وألوان وأنواع البشرة، ومثالي لمكافحة شيخوخة الوجه، الرقبة، الظهر، اليدين والصدر. ويقدم هذا العلاج فوائد كثيرة للبشرة، منها تقليل المسام المتضخمة وتضييقها، علاج الرؤوس السوداء وحب الشباب والندبات، إزالة خلايا الجلد الميتة من طبقة البشرة السطحية، التخلص من التصبغات اللونية كالكلف والنمش وتلك الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، أيضاً توحيد لون البشرة والتقليل من ظهور علامات التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتعزيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن شباب البشرة، وأيضاً تحسين تماسك البشرة وملمسها. عادةً يمكن ملاحظة الآثار الفورية لعلاج الليزر الكربوني، مثل تعزيز إشراق البشرة ونعومتها بعد الإجراء مباشرةً. تستمر هذه الفوائد الفورية لعدة أشهر، لكن هذا يعتمد على حالة جلد الفرد واعتنائه ببشرته بعد العلاج. غالباً ما يوصى بإجراء جلسات متعددة بمعدل 4 إلى 5 جلسات بفترات متباعدة من أسبوع إلى 4 أسابيع، ويمكن أن تعطي نتائج رائعة لتحسين إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد، وبالتالي الحصول على بشرة أكثر شباباً وإشراقاً. وللحصول على أفضل النتائج، ينصح عموماً باتباع روتين جيد للعناية بالبشرة وحماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس والحفاظ على نمط حياة صحي.